السلام عليكم طلاب، اليوم تجربة ثانية عندنا الكليبر سيركتس، دوائر القطع. بعض البراكتيكال ابليكيشنز، بعض التطبيقات العملية نحتاج انه نقطع جزء من اشارة الساينسويدال سيجنال، اي جزء من اشارة الاي سي. هاي اشارة الاي سي، نحتاج انه نقطع جزء من الساينسويدال سيجنال، قد تكون اشارة نويز مثل الاشارات الموجودة بالتي في او الراديو. فنحتاج ويف شيبينج سيركتس نسميها بالكليبر سيركتس او الليمترز. وبما انه الدايود يمتاز بخاصيته على انه يسمح بمرور التيار باتجاه واحد ويمنع مروره بالاتجاه المعاكس، لهذا راح نستخدم الدايود بهذه الدوائر. مثل ما نشوف عندنا الفي انبوت، في انبوت 6 فولت بيك تو بيك، زائد 3 على الجزء الموجب بناقص 3 على الجزء السالب. هاي هي الساينسويدال سيجنال الفي انبوت فيرسيوس التايم. فلما يدخل الجزء الموجب موجب 3 يجي للموجب مال الدايود، موجب على الموجب راح يشتغل الدايود. من يشتغل الدايود يمرر فولتية الدي سي. بما انه احنا بالدائرة هنا ما عندنا فولتية الدي سي، فانه الدايود راح يمرر بس الفولتية مالته. من تجي الفولتية توصل للسبعة بالعشرة راح يمررها، قبل السبعة بالعشرة ما يمرر لنا اي فولتية. من وصلت الفولتية للسبعة بالعشرة راح يمرر لي سبعة بالعشرة فولت. يجي الجزء السالب راح الدايود يطفى. اذا يجي السالب 3 على الموجب مال الدايود راح يطفى الدايود، راح يشتغل كشورت سيركت، راح يطلع لنا نفس الاوتبوت اللي هي سالب 3، نفس الانبوت راح يطلع لنا على الاوتبوت مثل ما نشوف. زائد 7 بالعشرة دخل لما عندنا موجب بموجب، من سالب بموجب راح يصير لنا ريفرس بايسنج، راح يصير شورت سيركت يمرر لنا نفس الفولتية السالب 3 مال اشارة الانبوت. هاي إذا كان بوزيتيف كليبر. نعكس الدايود، نعكسه خلينا السالب فوق، هاي هو النيجاتيف كليبر. إذا سالب فوق وإجاب جزء الموجب جزء زائد 3 مال إشارة الانبوت فات على الجزء السالب مال الدايود، موجب على السالب الدايود ما يشتغل، فراح يصير شورت سيركت، نفس فولتية الانبوت مال أي سي سيركت راح تطلع لنا على الأوتبوت. ليش؟ لأن الدايود اشتغل هنا كشورت سيركت، نفس الفولتية يطلعها. من يجي السالب سالب 3 الجزء السالب مال إشارة الساينسويدال سيجنال سالب على السالب راح يشتغل الدايود، لأن الدايود يشتغل بس من تجي إشارة نفس إشارته. فيجينا سالب على السالب راح يمرر الدايود إشارة بمقدار سالب 7 بالعشرة، يعني راح يمرر فولتيته. من يشتغل الدايود يمرر الفولتية الدي سي. بما انه ما عندنا مصدر دي سي بالدائرة فراح يطلع لنا الاوتبوت ناقص 7 بالعشرة اللي هي فولتية الدايود. اما اذا ربطنا بهذا الشكل الدايودين بالفورورد والريفرس بايسنج، الفورورد والريفرس بايسنج يعني راح يمرر لي اللي راح يصير القطع من الجزء الموجب والجزء السالب بنفس الوقت. وهسه نشوف رابطها شلون يصير. بس راح نربط الدائرة، عندنا دايود الجزء الموجب مال دايود مثل ما تشوفون للمقاومة، هذه المقاومة، هذا البورد نشتغل كل خمس نقاط ذني بالعرض هن نقطة واحدة، لهذا ربطنا الدايود هنا والمقاومة وياه على نفس الخمس نقاط، يعني يعتبر النقطة واحدة، والطرف الاخر مال المقاومة والدايود يروحن على غير نقاط اي نقطة انتو تختارون. بس نربط الجزء الموجب مال اي سي للمقاومة والجزء السالب للدايود، الأسود سالب الأحمر موجب مال هذا الأي سي. زين تجي الفي انبوت 6 فولت بيك تو بيك، هاي مين نحددها؟ على الأوسيلوسكوب راح نقيسها. الجزء السالب مال الأوسيلوسكوب هذا راح يروح للجزء السالب مال الدايود، نعتبر هنا اكو جراوند ومشترك، والجزء الموجب هو هذا اللي راح نقيس به الإشارة الانبوت الموجودة مال هذا الجهاز. نضبط التردد 1 كيلو هرتز حسب ما مطلوب من عندك، 1 كيلو يقرأ هنا هيرتز، هذا هو الفانكشن جنريتر مولد الإشارة الأي سي. فنجي الأنبوت هنا وين داخل؟ تشوف الإشارة الحمراء من هنا، هاي الجزء الموجب داخل لك هنا، راح تعرضه على الأوسيلوسكوب، راح تعرضه على الأوسيلوسكوب. هذه الفولتية مال هاي الشانل، منها تتحكم بالفولتية، منها أول شيء تحدد لي نوع الإشارة، هي ساينسويدال سيجنال لي. احنا نريد 6 فولت، يا اما تاخذ هنا القيمة 1 وتاخذ 6 مربعات حتى 1 في 6 6، او تاخذ هنا القيمة 2 وترسمها على 3 مربعات حتى يصير 2 في 3 6. بس
أخذنا واحد، إذا نسوي كم مربع؟ الإشارة 6 مربعات حتى ينضرب واحد فيه. نخلي الإشارة الرسم عليه 6 مربعات. احسب 1 2 3 4 5 وشوية زيدها للستة، منها زيد الإشارة من هذا الرقم اللي تنضرب به الإشارة، عدد المربعات منها تبدله. تريد 6 فولت، هسه احسب 1 في 6، صار عندك 6 فولت بيك تو بيك، يعني موجب 3 بسالب 3 حسب الرسم. من هنا نطلع الانبوت على اوسيلوسكوب. زين، هاي الدائره من تباوع عليها مين تطلع الاوتبوت؟ دائما من هذا الجزء الانبوت، اذا من هاي الجهه الاوتبوت. الاوتبوت راح تاخذه من هنا بين المقاومه والدايود. تخلي لي هذا الاوسيلوسكوب، خلي لي اياه بين المقاومه والدايود، تشوف الكت القطع صار بالجزء الموجب. توقف الإشارة، هاي صار عندك نفس هذا الشكل، هو البوزيتيف كليبر، قطع بالجزء الموجب، طلع عندك بس 7/10، وهذا الجزء سالب 3 نزل نفسه. نفس الشيء إذا نريد ننتقل، شرحت لكم عليه طبعا، إذا نريد ننتقل للنيجاتيف كليبر بس تعكس لي الدايود، هذا الدايود نفسه تجيبه تعكسه، تخلي الموجب سالب والسالب موجب، طلعت لك نفس الإشارة بس الكات القطع مالتها بالجزء السالب. هذه هي الإشارة. إذا تريد تربط دايودين، إذا تريد نربط دايودين على الإشارة اللي عندك على الدائرة، نفس بس ضيف لي دايود على التوازي بالعكس، اشوف هسه هذا موجب سالب، ضيف لي بالعكس دايود سالب موجب جهتي على التوازي ويا الدايود الثاني، راح تشوف الكات القطع صار من الجهتين، من الجزء الموجب والجزء السالب. ماشي، لان بالفورورد بايسنج وبالريفرس بايسنج صار بحالتين الدايود خالي، فقطع لي من الجزئين. مثل ما تشوفون هذا هو الرسم، هيجي الرسم راح يمرر زائد 7/10 وناقص 7/10، راح يشتغل مرة بالجهة الموجبة ويشتغل مرة بالجهة السالبة، فمن يشتغل يمرر فولتيته اللي هي 7/10، لأن ما عندنا فولتية دي سي بالدائرة، مجرد فولتية اي سي.